أود بداية الترحيب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس البلدي بالإكسار وساكنة المقاطعة على أديم البلدية، وذلك بهذه المناسبة الهامة وهي تدشين مقر الجمعية الوطنية الجديد. هذا المبنى الذي لا محالة سيفخر به جميع الموريتانيين، إذ يحتضن إرادة الشعب وفي رحابه يجتمع نواب الأمة، وتحت قبته ترتفع أصوات حماة الديمقراطية وخدام الدستور في ظل سيادة القانون. وفخامة رئيس الجمهورية، لا نفتأ نؤكد من هذا المنبر أن اكتمال البناء في هذا الصرح المعماري الفريد الذي وضعتم حجره الأساس قبل عامين من الآن ليعكس بجلاء فهمكم العميق لمركزية المؤسسات الدستورية ومحوريتها في ترسيخ دولة قانون قوية، دولة قانون ومؤسسات قوية أساسها العدل والإنصاف والمساواة والديمقراطية، وقوامها الاعتزاز بالانتماء لدولة إخاء ومواطنة تسير بخطى حثيثة وواثقة نحو النمو المتسارع الذي رسمتم استراتيجياته في برنامجكم الانتخابي تعهداتي. أيها السادة والسيدات، وعيا منا بدقة المرحلة ومواكبة لجهود سياسات الحكومة، فقد قمنا على مستوى جهة واكشوط بإعداد مخطط شامل للتنمية الجهوية للعاصمة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع البنيوية والاجتماعية. ونؤكد لكم أننا لن نتخلف عن أي مناسبة أو تدخلات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لساكنة نواكشوط، بل سنكون رأس حربة فيها، وعند كل نداء وطني سنلبي أجل. وفي الأخير، أتمنى للجميع عيدا سعيدا مباركا، وكل عام وموريتانيا في تقدم وازدهار، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا المبنى قد صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لتلك المتطلبات، وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل، سواء من حيث عدد المكاتب أو القاعات أو من حيث التجهيز الضامن للأمان والقابل للإفادة مما يتيحه العصر من التكنولوجيا والاتصال، تكنولوجيا الاتصال والصوت والترجمة.
لذا فإننا لا ننظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنى جديد للبرلمان بقدر ما نستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا للبلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة تؤسس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل. ونحن واثقون أن دخول هذا المقر حيز الخدمة سيمثل دفعا جديدا للعمل البرلماني في موريتانيا. محترمة الرئيس، السيدات والسادة، في رمزية البرلمان والسلطة التشريعية كلام كثير في القانون وفي السياسة وفي التاريخ أيضا لا يسعف الوقت لذكره، لكنني يمكن أن أقول ودون مزايدة بأنه أصبح لجمعيتنا الوطنية مقر يليق بدورها ومكانتها القانونية والدستورية في نظامنا السياسي، وهذا ما أردتموه صاحب الفخامة، وهذا ما تحقق بحول الله أولا ثم بعزيمة مهندسينا وعمالنا وقطاعنا الخاص، وهي مناسبة لأحيي جميع من ساهم في هذا الإنجاز باسمكم فخامة الرئيس، آملا أن يكون التزام الآجال المحددة ثابت لا يتغير في معادلة الأشغال العمومية. فخامة الرئيس، تشرفون هذا اليوم على تدشين هذه المعلمة الدستورية والتي عملنا ما وسعنا الجهد على أن تكون وفق المواصفات الفنية المطلوبة عالميا، ويحدونا أمل كبير في أن تكون عند حسن ظن نواب الشعب وأن تشهد أروقتها فصلا جديدا من تاريخنا البرلماني الذي بدأ من هنا في فصول مدرسية مع بدايات تأسيس الجمهورية، ثم استمر عقودا يراكم التجارب تطويرا لنظامنا القانوني والسياسي، وها هو اليوم ينتقل إلى مقر جديد هو الأكبر حجما والأجمل عمرانا. كما تشرفون صاحب الفخامة على تدشين المجمعين الوزاريين الثاني والثالث بمدينة نواكشوط، حيث يتكون كل منهما من طابق أرضي مع 9 طوابق علوية، ويضم كل منهما 275 مكتبا إداريا، ومن المنتظر أن يستوعب هذين المبنيين 6 قطاعات وزارية.